إثيوبيا أرض المنشأ. إذا أوجدت بعض الوقت لاستكشاف أثيوبيا، فإننا من خلال هذا سنقوم بوضعك على اتصال مع الأصول والمنشأ الذي تنتمي إليه. فحينما تسافر في جميع أرجاء البلاد، فإنك ستكون على موعد مع استكشاف الماضي العريق والغني، فسوف تكتشف لماذا أثيوبيا هي الأصل والمنشأ، بل وأكثر من ذلك بكثير. إنها بلد التاريخ الذي يتمتع بمزيج غامض من الأسطورة والخيال والحقيقة. إنها ذلك البلد الذي يحتوي على ثقافة نابضة بالحياة وخلاقة وحيوية ومشتركة، وإنها ذلك البلد الذي يملك الكثير من المناظر الطبيعية الدافئة والدرامية والبدائية التي تعج بالحياة. إنها تلك الأرض النابعة من الإنسانية إلى الثقافة الإنسانية، من الحضارة إلى العمارة، ومن الموسيقى الإيقاعية إلى تقاليد الطهي الرائعة، من المناظر الطبيعية الدرامية إلى التقاليد الفنية الجميلة والأداء الرائع، ومن التسامح والتنوع إلى قوة الوحدة في مكان يعج بالدفء والجمال الدرامي. إنها أصل واحد من متع الحياة العظيمة، إنها القهوة، هديتنا إلى العالم، وهي أرض الوئام والتعايش بين الإنسانية، بوصفها أرض التنوع والشعب المضياف وفسيفساء من الثقافات. إنها مجان للتعايش المتناغم بين الأديان القديمة في العالم، وتشمل تركة الماضي الثري لإثيوبيا ثروة من المواقع والكنوز الأثرية، أقدم الأدوات في العالم، وبقايا حضارات عظيمة مثل إيها وإكسوم، وعلاوة على كون إثيوبيا موطنا للجنس البشري والثقافة الإنسانية والبن والحضارة واللغات الفريدة والتقويم والنقوش النصية، فإنها ملاذ للهجرة الأولى أو الهجرة. إثيوبيا ملاذ للهجرة الأولى أو الهجرة. إن إثيوبيا أرض ملحمية في المجال الروحاني، وهي بؤرة الوئام والتعايش الإنساني، ويشهد تاريخها على أن البلاد كانت دائما أرض عامرة بالتنوع والشعب المضياف، وهو في الواقع ميدان للتعايش المتناغم بين الأديان القديمة في العالم. إن الجوهر العميق لإثيوبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين العالمي الإسلام، بوصفه مكانا للحرية من الاضطهاد والتحرر من الخوف، حيث أنها منحت اللجوء لأول لاجئي الإسلام ودعمتهم. وقد تم الكشف عن ذلك بوضوح عندما قام الملك الإثيوبي نيجاش النجاشي، والمعروف أيضا باسم أرما، بتوفير الملجأ للمسلمين الأوائل من مكة المكرمة الذين كانوا يلتمسون اللجوء من اضطهاد قريش بالسفر إلى أكسوم. وفي التاريخ الإسلامي فإن الرحلة معروفة باسم الهجرة الأولى، وهذا يجعل إثيوبيا ملاذا للهجرة الأولى أو الهجرة. الهجرة إلى إثيوبيا. فعندما زاد اضطهاد المسلمين في السنة الخامسة من الدعوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في إثيوبيا يوجد ملك لا أحد في أرضه مضطهد، اذهبوا إلى بلده وابقوا هناك حتى يرفع الله عنكم البلاء هنا. وقد غادر 11 رجلا وأربع نساء سرا إلى الشعيبة، وهو مكان موجود بالقرب من جدة، وقدر الله عز وجل أن تكون هناك سفينة اقتادتهم إلى إثيوبيا، ولم تكن قريش على علم بأنهم قد ذهبوا. وكانت هذه الرحلة إلى إثيوبيا معروفة باسم الهجرة الأولى. ولم يمضي المهاجرون وقتا طويلا في إثيوبيا حتى وصلت الأخبار إليهم بأن أهل مكة المكرمة اعتنقوا الإسلام وعادوا إليها في شهر شوال من نفس السنة. ولكن قبل أن يصلوا إلى مكة المكرمة
المكرمة علموا أن هذا ليس أكثر من شائعة، وعاد بعضهم إلى إثيوبيا، في حين دخل آخرون مكة سرا أو في صحبة رجال من قبيلة قريش. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن اضطهاد المسلمين يزداد سوءا، سمح لهم بالهجرة إلى إثيوبيا مرة أخرى، وهذه المرة كان عددهم حوالي 80 رجل و 19 امرأة. وفشلت قريش في مساعيهم لاحتجازهم، وفي الواقع فإن ملك إثيوبيا نفسه قبل الإسلام. وعندما توفي في السنة 9 من البعثة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بنعيه، وقام بأداء صلاة الغائب عليه، وهي صلاة جنازة في حالة غياب جثة المتوفى. مسجد نيجاش النجاشي. وقد أنشأ اللاجئون المسلمون نيجاش، وهي أول مستوطنة إسلامية في إثيوبيا، بمن فيهم أقرباء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال حياته. وقد تمت حماية مقابر 15 من المستوطنين الأصليين في مسجد جديد. بوفيه الأغذية التقليدية الإثيوبية. تمتلك إثيوبيا بوفيه مغري مع نكهات فريدة من نوعها، يدمج فيها مزيج من التوابل والأعشاب. وقد أكد الكثيرون على أن إثيوبيا هي مكان للأطعمة التقليدية المتنوعة. تتميز الأغذية الإثيوبية بأنها أغذية غنية بالتوابل الحارة وتنوع النكهات، مما يجعلها لذيذة. ولذلك فإن الأغذية الإثيوبية مؤهلة بالتأكيد لتكون واحدة من المطابخ الكبيرة المستقلة بذاتها في العالم. وباستثناء الدور الذي قامت به المطابخ الإثيوبية في الخارج والإنجازات الأخرى للأطباق الإثيوبية، فإن البلد لم يظهر بعد تنوعه وثرائه الثقافي والتقليدي في العالم الخارجي. الإنجيرة، وهي نوع من الفطائر الإسفنجية مثل الخبز المسطح، مصنوعة من التيف الصغير، وهي مغذية للغاية ومكونة من الحبوب الخالية من الجلوتين. وقد أوجدها وطورها السكان الأصليون حسب الذوق الإثيوبي على مدار آلاف السنين، وهي غنية بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وهي أساس لجميع اللحوم الإثيوبية والأطباق النباتية، وهي أحد أصح مصادر الكربوهيدرات. وقبل الخوض في مذاق الأطباق النباتية واللحوم في البلاد، فإن ما يشغل عقول الطهاة في المطبخ الإثيوبي هو البيروبيري، الذي يتكون من الفلفل الحار والفلفل شبه المتبل والأعشاب المختلفة والتوابل والمكونات التي توضع مع الإنجيرة. إن حياة الإثيوبي لا يمكن أن تكون خالية من الإنجيرة التي تضبط إيقاع الحياة، لأنها مسجلة في روح كل إثيوبي كجزء من ثقافتها المادية. دوروات. الدوروات هو حساء الدجاج الإثيوبي الذي يغلى ببطء في مزيج من التوابل القوية، وهو سميك بدرجة بسيطة، سهل التناول ولذيذ، كما أنه سهل الصنع، وهي واحدة من أشهر الأطباق الإثيوبية، وستجده في كل مطعم إثيوبي. ويتكون الدوروات من جذور أصلية صحيحة التي توضع معا، ويوضع عليها كميات من التوابل ذات النكهات القوية، وتتم إضافة قدر كبير مع مزيج من التوابل البرية والزبدة المتبلة، مع وضعها في طبق التقديم وتناول ذلك الطبق ذو النكهات اللذيذة. إن هذا الحساء من الدجاج الإثيوبي الحار يعتبر طعام الراحة الإفريقي، وعادة ما يتم تقديم الدوروات مع الخبز الإثيوبي المسطح الذي يسمى الإنجيرة، ويستعمل لتناول قطع الدجاج، ويغمس في المرفق ويستخرج فوقه الدجاج.
الكيتفو. الكيتفو واحد من الأطباق النموذجية التي تطهى في أثيوبيا، وتشمل المكونات الرئيسية للكيتفو اللحم البقري والزبدة التي تم خلطها مع الأعشاب والبهارات، والمنقوع في الميت ميتا، مسحوق فلفل حار جدا مصنوع من الفلفل الحار الأسود الداكن والبرتقالي الصغير المسحوق مع البهارات والملح والتوابل. ويمكن للكيتفو الإثيوبي أن يطلب خام تماما، وهو المعروف عادة أو المطبوخ بشكل خفيف، وهذا نادر، ولكنه يعرف باسم كيتفو ليب ليب. وغالبا ما يتم تقديم كيتفو إلى جانب خلطة في بعض الأحيان من الجبن الخفيف الذي يسمى آييبي، أو الخضار المطبوخ المعروف باسم جوين. ويتم تقديم الكيتفو تقليديا مع الكوتشو، وهو مصنوع من الخبز المسطح السميك المصنوع من نبات الإنسيتي الذي يستخدم معه أيضا أوراق الإنسيتي، ولا سيما في المنطقة الجنوبية في إثيوبيا، ولكنه معروف أيضا في أجزاء أخرى كثيرة من إثيوبيا. ويتم تقديم كيتفو مع الإنجيرا، ويتم عمل الكيتفو للمجاملات الخاصة أو إظهار احترام خاص لشخص ما، وفي ذكرى إحياء المناسبات الخاصة والأعياد. وكواحد من الأطباق الأخرى، نجد أن الكيتفو جعل البلاد جنة رائعة تجذب الناس لاستكشاف الطعام النابع من الثقافة الإثيوبية الأصلية. الشيرووت. هناك أطباق مختلفة تلمع على المائدة الإثيوبية، ومن بينها الشيرووت كأحد الأطعمة المعروفة والشائعة. وهناك أنواع متنوعة من الشيرووت، وهو عبارة عن الحساء المتجانس المكون بشكل رئيسي من مسحوق الحمص أو الفول المجروش مع الأعشاب الخاصة والتوابل، وكثيرا ما يتم إعداده بإضافة البصل المفروم والثوم. واعتماد على التباين الإقليمي، يضاف الزنجبيل المطحون أو الطماطم المفرومة والفلفل الحار. وعادة ما يتم تقديم الشيرووت على خبز الإنجيرا، وهو خبز إسفنجي، وعادة ما يتم تقديم الشيرووت على خبز الإنجيرا. التيغابينو شيرو. هو نوع من الشيرو المصنوع من البقوليات المتبلة بشكل كبير والحمص وبازلاء الحقل أو الفول السوداني والقمح والزيت أو الزبدة، حيث يقدم مرقها ساخنا على الطاولة في وعاء من الفخار الصغير أو العميق. وغالبا في الحقيقة يتم تناوله مع الإنجيرا. وهناك أيضا ميسير ووت، حساء العدس الأحمر، وكيكي ووت، حساء البازيلا الممزوج، وبوزينا شيرو مع قطع من اللحوم المجففة. شيرو فتفت مخلوط من الإنجيرا يتم طهيه مع الشيرو. التيبس. التيبس هو اسم واحد من الأطباق الإثيوبية الباردة. إنه خليط من البطاطا المقلية والحساء الممزوج، به قطع من اللحم المفروم، ويمكن أن يكون حارا جدا للغاية، ويقدم مع الخبز والأرز أو أيهما تفضل. ويمكن وضع الخبز المسطح داخله، ويتم تقديمه في وجيو الإفطار مع مجموعة متنوعة الأشكال، ويمكن أن يقدم ساخنا أو بدرجة سخونة خفيفة، أو قد يحتوي على القليل من الخضروات. وهناك العديد من الاختلافات في الطعم اعتمادا على نوع أو حجم أو شكل أو كمية اللحوم المستخدمة. وبالإضافة إلى ما ذكر أعلى، نجد أن إثيوبيا كونها أرض الجنة التي يقدم فيها نحو 85 طبق طعام عالمي، تنوع الغذاء التقليدي يخلق في البلد حيزا للطبخ يتقاسم فيه شعب إثيوبيا التفاوت في الثقافة الغذائية. إن ثراء الأطباق الإثيوبية بالتوابل والأعشاب والبهارات مع نكهة فريدة من نوعها لها ذوق مغري. ولقد وهبت المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الإثيوبية الطعام والطهو الكثير من الدلالات الغنية التي تحول الغذاء إلى واحدة من البديهيات التقليدية لحالة الحب والوحدة العالية من وجهة نظر العالم ومن وجهة نظر الإثيوبيين.
النشأة. لقد نشأ البن ونشأت القهوة من إثيوبيا، وتعد القهوة من المنتجات الأصلية المنشأ التي وجدت في إثيوبيا، والتي تعتبر رمزا حيا للحضارة الإثيوبية وإحدى الهبات المدهشة التي منحها البلد لمتعة الإنسان. إن القهوة ليست مجرد المشروب الوطني، ولكنها مشروب أساسي. بونا دا بوناو هو بمثابة تعبير شعبي يقول بأن القهوة هي بمثابة الخبز لدينا. وتعتبر إثيوبيا موطنا لأعلى تصنيف في العالم للمنتجات الحارة وعبق الروائح المعطرة مع الملمس الحساس والنكهة الحلوة ورائحة الأزهار، بما في ذلك الحمضيات المتلألئة. وتشمل المناطق الرئيسية التي يزرع فيها البن ما يلي: يارجشيفي الإثيوبية، سيدامو الإثيوبية، وهارر الإثيوبية. ثقافة القهوة الإثيوبية رمز للترابط الطائفي والحوار. إن شرب القهوة في إثيوبيا هو تجربة جماعية مع أكواب مصممة لتذوقها والتمتع بها في إطار مجتمعي، وحوار وروحانية عالية. ولا يزال شرب القهوة البن نشاطا جماعيا لا انفراديا، والعبارة المشتركة للحصول على القهوة معا بوناتيتو، الذي يترجم حرفيا إلى شرب القهوة، وهذا يجسد أهميته. فنادرا ما يفتقر الاجتماع إلى القهوة، ونادرا ما تفتقر القهوة إلى الصحبة. وبعبارات مختلفة، فإن النكهة الغنية والطبيعية للبن الإثيوبي إلى جانب حفل القهوة تحول الأفراد إلى أشخاص من المجتمعات المحلية لتجربة الطريقة المجتمعية والحوارية للحياة. ويستهلك البلد أيضا أكثر من نصف إنتاجه، بما يمثل حوالي 500 مليون رطل من القهوة لعدد من السكان يقرب من 100 مليون نسمة، وهي كمية مثيرة للإعجاب بشكل خاص، لأن ما يقرب من نصف السكان تقل أعمارهم عن 14 عاما. وليس هناك أي مكان أكثر من ذلك في المنطقة الجنوبية الغربية من كافا، حيث تنمو الأرابيكا البرية في غابات مونتاني كلود. وقد ظلت القهوة لفترة طويلة محورا لثقافة وهوية الكافة، وهي تحتفظ بأهمية لا مثيل لها على مستويات عديدة اليوم. حفل القهوة الإثيوبية. حفل القهوة من الطقوس العزيزة، وتنصهر من خلالها المودة والمعرفة والفلسفة والأخلاق والعادات مع ثقافة القهوة بين المشاركين في حفل القهوة، لغرس القيم الروحية والأخلاقية والعقلانية. عندما تريد أن تستمتع بالقهوة في إثيوبيا، فإنك تشربها من السيني، وهو كوب حساس ملائم بشكل جيد في راحة اليد. وقد لا يحمل الكثير من القهوة، ولكن بعد شربه فإنك لا تحتاج إلى المزيد. إن القهوة الإثيوبية غنية جدا، وفي الحفل التقليدي يجب أن تستمتع بثلاثة أكواب: أبول الأول، والهوليتينيا الثاني، والبريكا البركة. فإذا أردت أن تحفز حواسك وتشعر بقوة القلب في هذه البلاد، احرق بعض حبوب القهوة الذي يعرف بالبخور الإثيوبي، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إشعال بعض الفحم الساخن في حامل طيني يسمى ماتيشا، ثم ضع الفحم الساخن، ثم ضع حبوب القهوة المعروفة بالإيتان على الفحم، حيث أن رائحة تحميص القهوة ما تلبث أن تنتهي وتترك للكل كثيرا من الذكريات الدائمة.